مرحبا بكم أصدقاء قناة التعليم والتعلم. في هذا الفيديو سوف نقوم بحل اختبار الفصل الثالث، هي الاختبار الأخير في مادة التربية الإسلامية للسنة الأولى ابتدائي. التمرين الأول: أربط الآية بصورتها. هنا العمود الأول فيه الآيات: إياك نعبد وإياك نستعين، فصل لربك وانحر، لم يلد ولم يولد، ومن شر غاسق إذا وقب. في العمود الثاني توجد الصور: سورة الفلق، سورة الفاتحة، سورة الكوثر، سورة الإخلاص. إياك نعبد وإياك نستعين، من أي سورة هذه الآية؟ هي من سورة الفاتحة. فصل لربك وانحر، سورة الكوثر. لم يلد ولم يولد، سورة الإخلاص. ومن شر غاسق إذا وقب، سورة الفلق. السؤال الثاني: أرتب الصلوات الخمس بالأرقام: الظهر، الصبح، العشاء، العصر، المغرب. ما هي الصلاة الأولى؟ هي صلاة الصبح، إذن رقمها 1. بعدها تأتي صلاة الظهر، وذلك رقمها 2. بعدها صلاة العصر، ورقمها إذن 3. بعدها صلاة المغرب، ورقمها إذن 4. والصلاة الخامسة هي صلاة العشاء، 5. السؤال الثالث: أضع صاد أو خاء أمام كل عبارة، يعني العبارة الصحيحة أضع صاء والعبارة الخاطئة أضع خاء. يسلم القاعد على الماشي، الذي هو جالس، القاعد الذي يكون جالسا يسلم على الماشي، إذن هذا خطأ، لأن الماشي هو الذي يسلم على القاعد، إذن أضع خاء. أمرنا الله تعالى أن نؤدي الأمانات إلى أصحابها، أي الأمانة نمسكها ثم نرجعها إلى صاحبها، هذا هو الصحيح، صحيح، أضع صاد. العبارة الثالثة: الصدق هو الحق، نعم الصدق هو قول الحق، إذن العبارة صحيحة، صاد. أركان الإسلام 6، وهذا خطأ لأن أركان الإسلام 5 فقط، إذن أضع خاء. أكمل بوضع كل كلمة في مكانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد نقاط أحدكم حتى يحب نقاط ما نقاط لنفسه. الكلمات: لأخيه، يؤمن، يحب. إذن الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبهذا نكون أنهينا قد حل هذا الاختبار. طبعا هذا الاختبار هو للاستئناس، وهو عبارة عن مراجعة، وإلا فليس اختبارا نموذجيا بمعنى الكلمة، لأن الاختبار تكون الوضعيات ربما أكثر من هذا، أو فيها أنشطة وتعليمات أكبر، ولكن هذا للاستئناس والمراجعة. شكرا على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وإلى فيديو آخر، شكرا.